اليوم هي عن الأمراض الأكثر شيوعاً بين المواطنين، وهي آلام الرقبة والظهر والتشنجات العضلية الناتجة عن الاستخدام المفرط للهاتف الخلوي بتنزيل الرقبة بشكل كبير، بالإضافة إلى الجلوس لفترات طويلة بدون تغيير وضعية الجلوس، أو التعرض للتيارات الهوائية الباردة أو الدافئة بشكل غير صحيح، مما يؤدي إلى تشنجات عضلية في الرقبة وأسفل الظهر التي قد تفاقم أو تزيد من الديسكات بين الفقرات العنقية والقطنية. ونتمنى السلامة للجميع.